أقول أحيانا يسألك سائل وتدور بك الدنيا. كيف كيف؟ أحيانا يسألك سائل وتدور بك الدنيا، تعطيه ولا ما تعطيه؟ وهذه وقعت عندي وقصيتها في الإذاعة، القصة هذه حقيقية. أنا تام سنة كاملة أعطي مرأة تجيني دائما تطلبني، باي صدقة وعندي أطفال وعندي كذا وعندي كذا، وأعطيها مو الحاصل موجود ريال ولا ريالين ولا خمسة، حاصل طيتها إياه. مشيت الأيام مشيت الأيام، وهذا قبل شهر لقيت هذه المرأة يكلمها أحد أصدقائي، يكلمها ويتكلمها من بسطة معه وكل شيء. يوم قال أنا وهي جالسة تحت شجرة، قالت عفها هذا أبوها فلاح. قلت له صراحة هذا أنا عاد شهر يعني سنة وأنا لا أتوغر عنها ما ألقاها، أقول له تعبت صراحة. هو يتوغر ما؟ إي يعني أتوارى يعني أندس عنها أتوغر، إحنا نقول أتوغر. أتوغر إي ولا أندس عنها زين. واندس عنها تعبت كيسف على الامام علي وعبر خلصها كلها. يوم انا لو الحاصل قال لي هذه المراه عندها عقار في مسقط، ها عندها عقارات وعندها عقارات في مدينتها، هذه الحرمه. قال هذه الحرمه. قلت له زين خبرها دقي. قال تعالي باغنك يا ابو افلح. ما جيت المراه وقفت قدامي زين. فلما وصلت عندي قلت لها الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهي تأثرت وتأثر يعني تغير وجهها وما قدرت تشوف على وجهها. قلت له انت يعني دائما تطلبيني باي فلوس وعندي اولاد يعني هذا واقع؟ انا واقع عندي هذه. الله اكبر. واقع عندي هذه. فالمشكله اصبح حتى الذي يريد ان يحسن لانسان عاد يخاف، هل انا اشجعه على التسول ام امنع؟ اتبقى انت بين انك متردد تعطي ولا ما تعطي؟ يعني لانه هؤلاء هذه يعني الفئات نعم. هي تضيع على الناس فعل المعزي والمعزي. يعني ممكن انت تتصدق بنيه الصدقه وبنيه الخير ويمكن تقع في محظور.